انا وانتم طيبين ودايما بخير في خلال كل شهر رمضان. الحقيقه النهارده حصل حاجات كتيره جدا طوال اليوم او طوال الثلاث اربع ايام السابقه. لو تاخدوا بال حضراتكم ان خلال الفتره السابقه بالكامل النادي الاهلي التزم الصمت تماما في كل الامور. النادي الاهلي التزم الصمت في كل الامور فيما يخص مؤجلات الدوري وكذا 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 لحين ما وصل شيء رسمي او برقيه رسميه للنادي الاهلي بان المباريات اللي هتتلعب كذا وكذا 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 وكذا. الحقيقه برضو انا قدامي ورق كتير وقدامي كلام كتير جدا ممكن اتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن بالنسبه لي انا هبعد عن الورق شويه وهتكلم بالمنطق والعقل. هتكلم بالمنطق والعقل مع ان انا عارف ان في ناس ما عندهاش لا منطق ولا عقل. ولكن انا بخاطب جمهور النادي الاهلي وبتكلم مع جمهور النادي الاهلي وعارف كويس جدا ان هم عندهم او بيعرفوا يفكروا بالمنطق والعقل عكس ناس تانية خالص. لكن تخيلوا حضراتكم ان من الممكن جدا ان ينتهي الدوري العام المصري قبل بداية كأس الامم الافريقية، شيء طبيعي، شيء بنتكلم فيه بمنتهى المنطقية وبمنتهى الامانة، ان من الممكن جدا ان ينتهي الدوري العام المصري قبل نهاية بطولة او قبل بداية كأس الامم الافريقية. هل الطلب ده طلب غريب؟ هل هو طلب غير عادل؟ هل هو طلب في مشكلة لحد؟ طيب لو لم ينتهي الدوري قبل بداية كأس الأمم ماذا سيحدث؟ واحدة واحدة مع بعض وواحدة واحدة نتكلم علشان نوصل لحقيقة أو عايزين نوصل لحاجة مهمة نتكلم فيها مع حضراتكم. الدوري ما انتهاش وكمل أو لم يكمل أو لم ينتهي قبل نهاية كأس أو قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، ماذا سيحدث؟ مش النادي الاهلي بس، كل أندية الدوري العام المصري هتفضل قاعدة ومستنية لغاية 20/7، لغاية نهاية كأس الأمم الأفريقية اللي موجودة في مصر إن شاء الله والتي ستقام في مصر وإن شاء الله سوف يتم التنظيم بشكل رائع والبدايات مبشرة. تخيلوا حضراتكم إن أنت كلاعبين في الدوري العام المصري هيقعدوا شهرين شهرين ما بيعملوش أي حاجة غير إن هما بيتمرنوا فقط. ان هما بيتمرنوا بس ما بيعملوش اي حاجه، بيتمرنوا بيتفرجوا على كاس الامم الافريقيه اللي بتقام في مصر شهرين، في حين ان انا ممكن اخلص كل ده يوم 10/6 يوم 9/6، ان يتم تاجيل معسكر المنتخب 3-4 ايام لقدام، تتزقل قدام شويه، ولن يؤثر باي طريقه على المنتخب الوطني. تخيلوا حضراتكم ان ممكن لعيبه تقعد شهرين شهرين ما بتعملش اي حاجه غير ان هي قاعده بتتمرن وبتتفرج على كاس الامم الافريقيه وتستنى لبعد نهايه كاس الامم الافريقيه، في حين ان انت ممكن تخلص قبل نهايه كاس الامم الافريقيه قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. هو في ايه يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو دلوقتي الموضوع قلب ليه اهلي وزمالك؟ هو ليه الموضوع قلب اهلي وزمالك؟ هو عندما بيدور النادي الاهلي على حقوقه وعلى حقوق بقيه الانديه تبقى اهلي وزمالك؟ لما حد يطلع ويقول انا او مسؤول في اتحاد كره القدم يطلع يتكلم ويقول ان المفروض ان يحصل كذا 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 وان المباريات تنتهي قبل نهايه كاس الامم الافريقيه، يقول لك اصل ده اهلاوي، اصل ده مش عارف ايه. ليه الموضوع ماشي كده؟ هو هل ممكن ان في حد ممكن يفكر ان الكاس او الدوري العام المصري يقعد لما بعد نهايه كاس الامم الافريقيه؟ هو ليه ما ينفعش نخلصه قبل نهايه او قبل بدايه كاس الامم الافريقيه يا جماعه؟ الموضوع بسيط جدا 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 ومش محتاج كل الموضوع ده كله. اي حد دلوقتي بيطلع يقول هي في وجهه نظر واحده لناس معينه شغاله، اي حد بيطلع يقول عكس وجهه النظر دي او اي وجهه نظر اخرى بيتشتم وبيتعمل وكذا وكذا وكذا. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ النادي الاهلي بيدور على حقوقه. النادي الاهلي هيفضل يدور على حقوقه او مجلس اداره النادي الاهلي هيفضل يدور على حقوق النادي الاهلي لغايه اخر وقت. هو اللي بيحصل ده هو في حاجه اسمها حرس الحدود او الجونه بغض النظر عن الزمالك؟ في حاجه اسمها كده في الدنيا؟ في تاريخ كره القدم في حاجه اسمها ان فريق هيلاعب فريق او فريق اخر؟ انا ما شفتهاش في التاريخ، في تاريخ كره القدم.
تخيلوا حضراتكم ان الجدول اللي نازل فيه حرس الحدود او الجونه سيلاقي الزمالك، حرس الحدود او الجونه سيلاقي نادي الزمالك يوم 3/6. انا ما شفتهاش في تاريخ كره القدم. هل ده يعقل يا جماعه؟ هل الكلام اللي مكتوب ده والجدول اللي نازل ده يعقل؟ هل ممكن حد يصدق ان ده جدول في واحد من اقدم الدوريات في افريقيا وفي العالم العربي؟ النادي الاهلي التزم الصمت طوال الفترات السابقه بالكامل. النادي الاهلي، خلينا نروح بقى للورق شويه. النادي الاهلي هقول لحضراتكم من يوم 22 نوفمبر، من يوم 22 نوفمبر 2018 لعب كام مباراه؟ النادي الاهلي كان بيلعب بمعدل 3 او 4 ايام كل مباراه، كل 3 او 4 ايام. الاهلي والمقاولين 27 نوفمبر، الاهلي والجونه 5 بتروجيت والاهلي اول ديسمبر، الاهلي والجونه 5 ديسمبر، الاهلي والجيش 9، الاهلي وجيما جيفارا يوم 14، الاهلي والنجوم 17 ديسمبر، الاهلي وجيما جيفارا العوده يوم 23 ديسمبر، الفريق الاثيوبي طبعا في بدايه البطوله الافريقيه، الداخليه والاهلي 29 ديسمبر، بيراميدز والاهلي 4 يناير، سموحه والاهلي 8 يناير، الاهلي وفيتا كلاب 12 يناير، الثوره شهيره الثوره والاهلي يوم 18 يناير، في الجزائر المقصه والاهلي يوم 24 يناير، دجله والاهلي يوم 28 يناير، الاهلي وسيمبا يوم 2 فبراير، انبي والاهلي يوم 5 فبراير، الاهلي والحدود يوم 8 فبراير، وهقول لكم دلوقتي ايه اللي حصل في مباراه الاهلي وحرس الحدود، سيمبا والاهلي يوم 12 فبراير، الانتاج في تنزانيا، الانتاج والاهلي يوم 16 فبراير، الاهلي والداخليه يوم 20 فبراير، الجونه والاهلي يوم 24 فبراير، في ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ بس انا عايز افهم هو في ايه؟ عمرنا ما بنحب نتكلم في امور مش من المفروض ان احنا نتكلم فيها، ولكن الناس بتدفع في اتجاه معين. اي حد بيبص لحاجه غير دي بيتشتم ايه ايه اللي بيحصل ده في كره القدم؟ احنا اول مره نشوف هذا الشكل وبهذا المنظر. هو في ايه؟ هل الطبيعي ان لعيبه النادي الاهلي وبقيه الانديه تستنى شهرين عشان خاطر فريق في الدوري المصري؟ بالمناسبه كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته يوم الاحد القادم ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله عشان يحصل على هذه البطوله، علشان يكون تاني نادي بعد النادي الاهلي بيحصل على هذه البطوله. ان شاء الله ربنا يكرمه يوم الاحد القادم ويفوز نادي الزمالك بالبطوله الافريقيه. ملهاش علاقه خالص بالكلام اللي احنا بنقوله. الكلام اللي احنا بنقوله النادي الاهلي بيدور على حقه. امتى هنسوق لعيبه وامتى هنجيب لعيبه وامتى هنمشي لعيبه؟ مش النادي الاهلي لوحده بالمناسبه. ده كل انديه الدوري العام. انا النهارده او من امبارح والنهارده عمال اعمل تليفونات اسال المديرين الفنيين القريبين مني، بتكلم معاهم بمنتهى الحريه، مش هقول اسماء لكن معظم المديرين الفنيين في الدوري العام المصري قالوا لي يعني احنا ما بنشوفش اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده في تاريخ كره القدم احنا ما شفناهوش. يعني ايه تقعد شهرين وانت عارف مثلا ان انت فريق هتنزل، مثلا النجوم او الداخليه يقعد يستنى شهرين عشان هو يلعب فريق الزمالك بعد كاس الامم الافريقيه، في حين ان الموضوع سهل وبسيط، في حين ان الموضوع سهل وبسيط. يطلع اي حد يطلع يتكلم ويقول يا جماعه صح، الناس دي عندها طلبات مشروعه ومن حق النادي الاهلي ان هو يطلب هذه الطلبات، ومن حق حرس الحدود ان هو يطلب هذه الطلبات، ومن حق بتروجيت ان هو يطلب هذه الطلبات، يتشتم. والمقاولين الناس بتتشتم عادي جدا، معرفش ليه. هل مش من الطبيعي ان احنا نحاول؟ النادي الاهلي بيدور على حقوقه وبيدور على حقوق بقيه الانديه. ايه المشكله لما يحصل كده؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو لماذا هذا الـ مش عارف اسميه ايه؟ انا الحقيقه مش عارف اسميه ايه. بقول لحضراتكم جدول نازل في حرس الحدود او الجونه، مش هقول اكتر من كده. يعني ده كفيل بان احنا اقفل الحلقه بقى خلاص، حرس الحدود او الجونه. تخيلوا حضراتكم ان في جدول في الدوري العام المصري، واحد من اقدم الدوريات في العالم العربي والعالم الافريقي وفي القاره الافريقيه، بيكتب فيه حرس الحدود او الجونه. تخيلوا حضراتكم كده.
وتقول لي تكافؤ فرص وتقول لي اللعب النظيف النظيف. تكافؤ فرص ايه ولعب نظيف ايه؟ مش فاهم انا هو ليه بيحصل كل ده يا جماعه؟ ما نقعد على ترابيزه واحده والكل يقول وجهات نظره، وفي الاخر عندما يجتمع كل اللي موجودين او كل اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء اللي موجودين في الدوري العام المصري 18 فريق ويقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، هل لما اطالب ان الدوري ينتهي قبل بدايه كاس الامم الافريقيه هل ده غلط؟ هل ده غلط؟ انا ما شفتش بصراحه، عمري في حياتي ما شفت كده. واللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب، اللي يتغلب خلاص اهو اتغلب واللي يكسب يكسب. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لو انتهى الدوري؟ كل الامور هتبقى جيده، اللاعبين في الدوري العام المصري ال 18 نادي اللي موجودين في الدوري العام المصري هياخدوا راحه سلبيه جيده وهيقعدوا يستنوا. لكن تخيل بقى حضرتك ان انت تستنى لغايه يوم 20/7 وبعد كده تستنى لما الزمالك يلعب بقيه مؤجلاته، وبعد كده الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض واللي يكسب يكسب برضه واللي يتغلب يتغلب، وبعد كده تلعب بقى وتشوف تبتدي الدوري الجديد امتى. وكاس مصر وكاس السوبر برضه في السك. يا جماعه هل ده تفكير منطقي؟ هل ده تفكير عقلاني؟ الفرق اللي عندها ناس معاره والفرق اللي عندها، خليني اتكلم عن النادي الاهلي، مش عايز اتكلم على انديه اخرى، ولكن النادي الاهلي عنده لاعبين معارين، عنده لاعبين موجودين عايز يشتري لعيبه. تخيلوا حضراتكم مثلا النادي الاهلي عايز يجيب اي مركز من المراكز اللي موجوده، مش هيقدر يعلن عن اسم اللاعب اللي موجود ولا ينزل التمرين الا بعد نهايه الدوري اللي هو بعد شهر 8 على اول 8 اللي جاي. طب هل ده يصح؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده يستقيم؟ واي مسؤول يطلع مفيش غير وجهه نظر واحده ماشيه، اي حاجه تانية غير وجهه النظر دي فيها شتيمه كل الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. اي حد يطلع يا جماعه، ما الناس بتدور على مصلحه الكره المصريه. مصلحه الكره المصريه ان ينتهي الدوري العام المصري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، هي دي المصلحه اللي بندور عليها كلنا، اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب. اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب بالمناسبه. بعدين نبقى نتكلم في المواضيع دي. لكن اللي بيحصل ده يا جماعه امر مش طبيعي. اللي بيحصل امر مش طبيعي. امر مش طبيعي، كل الانديه او معظم الانديه، مش هقول كل الانديه، معظم الانديه الدوري العام المصري، وهنحاول نجيب لحضراتكم دلوقتي تليفونات نسال الناس على الهواء مباشره امام حضراتكم. هل الدوري لو خلص قبل كاس الامم هيبقى بالنسبه لك كويس ولا بعد كاس الامم بالنسبه لك كويس؟ ابتدي ادي لاعيبتي راحه سلبيه، وابتدي ادي لاعيبتي اختار اللعيبه اللي انا عايز اجيبها، ابتدي اختار اشوف اللعيبه المعارين اللي انا مطلعهم بره مين اللي هيجي ومين اللي مش هيجي، اخد راحتي، اخد راحتي سواء بقى نزلت او كسبان دوري او خسران دوري او هبطت او لم تهبط. والانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه كل ده لازم يتظبط، كل ده ما بيتظبطش في يوم وليله بالمناسبه. كل ده ما بيتظبطش في يوم وليله. هو لما تيجي تتكلم بالمنطق والعقل ليه الناس بتعمل كده؟ ليه؟ هو ليه اللي بيحصل ده كله ليه؟ اجل المنتخب 3-4 ايام بالاتفاق مع خفير اجري. ايه اللي هيحصل؟ لما يتاجل 3-4 ايام عندك من يوم 26 نهايه مباراه الزمالك ونهضة بركان المغربي، وإن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. بعد نهاية هذه المباراة عندك من يوم 26 ليوم 8 ولا 9 ولا 10 تقدر الزمالك يخلص مبارياته والأهلي يخلص مبارياته وكل الفرق تخلص مبارياتها وينتهي الدوري العام، واللي بقى كل واحد عايز يعمل فريقه، يجيب لاعبين، يجيب مدير فني، يجيب أي حد. عندك 18 نادي لكن تفضل قاعد مستني مش عارف هتعمل إيه كمان شهرين. هل ده يصلح يا جماعه؟ هل ده الطبيعي ان ده يحصل؟ وبعدين الناس تقول لك اصل ايه؟ اجلته للنادي الاهلي وما بتاجلوش لانديه تانية. لا يا جماعه، ما هو انت لما اجلت للنادي الاهلي بالمناسبه انا جبت لحضراتكم الاهلي من يوم 22 نوفمبر لعب كل 3 ايام مباراه تقريبا بما فيهم بقى ايه؟
سفر افريقيا بما فيهم، هقول لكم برضو، هقول لكم لجنة المسابقات في الاتحاد المصري رفضت تأجل مباراة الأهلي وحرس الحدود، وأنا كنت مع حضراتكم على الهواء في ذلك الوقت، كان معايا الحاج عامر حسين، قعد تقريبا مكالمة تلت ساعة أو 20 دقيقة أو 25 دقيقة، رفض يأجل مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم 8 فبراير لأن النادي الأهلي كان مسافر في لمواجهة تنزانيا يوم 12 بعدها بأربع أيام. يعني النادي الأهلي لعب حرس الحدود 8 وسافر يوم 9 الصبح، لعب يوم 12 ورجع يوم 13، لعب يوم 16 مباراة أو يوم 17، ولعب قبليها قبل مباراة حرس الحدود إنبي يوم 5. حاجات غريبة جدا وحاجات مش منطقية. لما كان النادي الأهلي بيتم تأجيل مباريات ليه في البطولة الأفريقية، كانت المباريات دي بتتلعب كل 3 أيام، وجت ضد مصلحة النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما كانش بيفتح بقه وكان بيلعب كل 3 أيام مباراة، حفاظا على الكلام اللي اتقال والجواب اللي بعته مجلس إدارة النادي الأهلي وقال فيه إن هو هيلتزم بإن هو يلعب كل 3 أيام مباراة وما بينهم ما بينهم المباريات الأفريقية. كل المباريات الأفريقية ملعوبة، يعني أنت الأهلي وفيتا كلاب يوم 12 يناير، شبيبة الثورة يوم 18، المقصة والأهلي يوم 24، دجلة والأهلي يوم 28، الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير، إنبي والأهلي يوم 5 فبراير، الأهلي والحدود يوم 8 فبراير. من حق كل مجلس إدارة إن هو يدور على مصلحة ناديه. فما بال حضراتكم إذا تلاقت مصلحة النادي الأهلي مثلا مع كل الأندية أو مع معظم الأندية. الأندية كلها أو معظم الأندية عايزة تنتهي من الدوري العام المصري قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. الأندية المصرية أو معظم الأندية في الدوري العام المصري تريد شيء واحد فقط، وهو العدالة وعدالة اللعب أو اللعب النظيف. إن المباريات كلها تتلعب في وقت واحد، وإن المباريات كلها تقام. وده البيان اللي صدر من مجلس إدارة نادي بتروجيت ومن مجلس إدارة نادي حرس الحدود. ايه العيب في اللي بنقوله ده؟ ايه المشكله في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام اي كلام؟ يا جماعه من فضل حضراتكم، وانا بوجه كلامي لاتحاد كره القدم، يجب ان يكون هناك موقف خلال الفتره القادمه بان ينتهي الدوري العام المصري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. لو ما انتهاش قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، الله اعلم بقى السنه الجايه هيبقى فيها ايه؟ الله أعلم السنة الجاية هيبقى فيها إيه؟ ومين اللي هيوافق ومين اللي مش هيوافق؟ وكلام كتير جدا ممكن يتقال. بالمناسبة النهاردة وحتى الآن دعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم إلى اجتماع طارئ لمناقشة ما حدث خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا من موضوع المؤجلات وصدور بيان رسمي من اتحاد كرة القدم المصري. النهارده بعدما قرر اتحاد كرة القدم المصري تشكيل لجنة يترأسها كابتن احمد شوبير نائب رئيس النادي او نائب رئيس اتحاد كرة القدم، هذه اللجنة كلفت الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة. تصور ايه يا جماعة؟ تصور ايه؟ هو لسه هنحط تصور؟ ما الموضوع باين، كل أندية أو معظم أندية الدوري العام المصري تريد أن ينتهي الدوري العام المصري قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. إيه اللي هيحصل لو ده حصل؟ مش فاهم أنا. شيء غريب وشيء غير منطقي، وكلام الحقيقة بيوديك لاتجاهات أخرى. أنا مش عايز أدخلها في أهلي وزمالك بالمناسبة، ما بتكلمش على أي حد، أنا بتكلم على حق النادي الأهلي وحق بعض أندية الدوري العام المصري. النهارده أنا شايف تصريح لكابتن حسام حسن بيقول إن الدوري العام واللي بيحصل في الدوري ده تهريج، على الرغم إن هو ضمن البقاء. كابتن طلعت يوسف النهارده شايف برضه تصريح ليه إن هو بيتكلم عن إن لو المباريات اتلعبت بعد كأس الأمم الأفريقية هيبقى فيها ظلم كبير جدا للناس. وهو في موقف صعب جدا نادي الاتحاد السكندري. طب وبعدين يا جماعه احنا هنفضل ماشيين في هذه الاتجاهات ازاي؟
وبتروجيت والمقاولين كده، وبتروجيت والمقاولين كده نفس الكلام. هو المسابقة هتدار من خلال ناديين ثلاثة في الدوري العام المصري كله، 18 نادي اللي هيديرهم اثنين او ثلاث أندية فقط عايزين كذا او عايزين كذا، او بالتليفون احنا عايزين كذا ومش هنلعب كذا وهنعمل كذا. ايه يا جماعة الكلام ده؟ يجب ان يكون هناك موقف واضح من اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، موقف النادي الاهلي بعد قليل ان شاء الله اول ما ينتهي اجتماع مجلس الاداره الطارئ الذي دعا اليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف عام على كره القدم، هنقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل. هنقول لحضراتكم النادي الاهلي قرر ايه، او مجلس اداره النادي الاهلي قرر ايه، وهيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. ولكن خلينا نحسبها بالعقل وبالمنطق، واحده 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 واحده، بعيدا عن كل الكلام اللي انا بقوله ده، وبعيدا عن كل الحاجات دي كلها، المباريات تنتهي قبل كاس الامم ولا بعد كاس الامم؟ حد يقول لي قبل ولا بعد؟ العقل بيقول ايه؟ بلاش العقل، فنيا اي مدير فني بيقول ايه؟ هنحاول نجيب لحضراتكم تليفونات من المديرين الفنيين او رؤساء انديه الدوري العام المصري، نشوف برضو رايهم، عايزين نعرف الاراء ماشيه في اتجاه ايه، وماشيه عايزين المباراه تنتهي قبل ولا بعد، ولا الدنيا هتبقى ماشيه في انهي اتجاه. النهارده بعد قليل ان شاء الله هيكون معايا ثلاثه من نجومنا الكبار كالعاده زي ما حضراتكم عارفين هنا في ملعب الاهلي، نتناقش معاهم الحقيقه فيما يحدث وفيما يعني في حرس الحدود او الجونه. هل النجوم اللي هتبقى معانا بعد قليل هل شافوا الموضوع ده قبل كده، حرس الحدود او الجونه؟ النهارده هيكون معانا زي ما قلت لكم النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال، نجوم كره القدم ونجوم ملعب النادي الاهلي. ايضا هيكون معانا ناقدنا الرياضي الكبير الحقيقه الاستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع، هتكلم معاهم في كل هذه الامور، رايهم ايه؟ انا عايز اعرف راي حد يقول لي بس، هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بعيد عن المنطق ولا كلام منطقي؟ هنشوف، هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنلتقي مع حضراتكم.